100 يوم مرت على الحرب التي تشنها قوات الاحتلال على المدنيين في غزة، نحو 100,000 بين قتيل وجريح ومفقود، وأكثر من 2 مليون نازح حتى اللحظة. كل ذلك لم يلن من عزيمة الفلسطينيين أو يدفعهم لمجرد التفكير بالهجرة خارج القطاع أو اللجوء خارج أرضهم. إحنا تهجرنا أول من السجاعية وجينا عن مصرات، ومن مصرات أجينا إحنا جينا عرف. إحنا ضد سيادة التهجير هذا كله، لازم إحنا نروح عدورنا لو في خيمة في أرضنا وفي دارنا نقعد فيها أحسن ما إحنا قاعدين هنا يا خالتي. هذه عيشة والله بتقصر العمر للأمانة، مش نافعة، وأنا ضد التهجير هذا. يعني فيش ولا واحد من هذي كل ضده، الشعب الفلسطيني ضد التهجير كله، مش تهجير. بقول حسبي الله ونعم الوكيل على كل من ظلم الشعب الفلسطيني. بس لا تبلغ مساحة القطاع سوى 365 كيلومترا مربعا، يقطنه نحو 1,400,000 فلسطيني في منطقة تعد الأكثر كثافة سكانية على مستوى العالم، وهي محاصرة منذ 17 عاما، ويعاني أهلها الأمرين في ظل الحروب التي تشنها قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى على المدنيين. وعلى الرغم من تدمير قوات الاحتلال لنحو 70% من بيوت القطاع والظروف الصعبة التي يعيشها المدنيون والتي تفوق أي قدرة على التحمل، يتمسك الفلسطينيون بأرضهم وأرض أجدادهم، على الرغم من تصريحات وزراء إسرائيليين بشأن وجوب زيادة وتيرة الحرب والتجويع بهدف دفع سكان غزة للهجرة إلى دولة ثالثة، وهو ما حذرت منه الأمم المتحدة. بدنا نرجع على أرضنا، على غزة، على أرض العزة، أرض الشموخ، أرض الخير. وقضيت أجمل أيام عمري فيها، وتزوجت فيها، وأنجبت أولادي وأحفادي الحمد لله. وإحنا بنرفض سجاد التهجير بشدة. إحنا بدنا نرجع لغزة. خطط يبدو أنها وبعد 100 يوم من الحرب غير المسبوقة واستهداف المدنيين بشكل مباشر ومتعمد بهدف تهجيرهم، يبدو أنها سقطت تحت أقدام شعب يمتلك عزيمة لا يمكن كسرها لإجباره على الخروج من فلسطين.